زين اذا حسد مره في المطار الكويت عاده يشوفون الجواز ختمين طلعين بعدين داخلين في في مناعين يطالعون ويطالعك. فقال لي لا 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 قال لي واحد عند اخر شيء هاي المشين اللي تحطين فيه الشنط قال لي سمحتي الجواز؟ قلت في بالي اكيد سكنر لا 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 اكيد ابي اشوف عمري اعطيته لانه من حقه ما تدري تفضلي بغيت اشوف عمرك بس فليش نخش؟ مع انه هو شيء خاص فيك يعني الناس حشريين ما عليه بس الناس حشريين اذا انا ما قلت مع انه مو من حق احد بس حلو ان انا اكون في عمري ومهتمه بنفسي وهذه طلتي احمد عشان انت ترضين عنها مو هم مو الناس يرضون أنا عنها انا ارضى عن نفسي وقاعده اشتغل على نفسي وقاعده ابي ادخل اذا الله اعطاني عمر ان شاء الله سن الخمسينات والستينات بصحه بصحه وعافيه وانا محافظه على لياقتي ترى هي مو ابر وعمليات وبس في شغلات ثانيه الناس ما يستوعبونها في ناس وايد ما يستوعبونها طبعا.